ما حكم المسبح الذي يعقد بالأصابع والذي يسبح بالسبحان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، فمن سبح وعقد بيده عقد بالأصابع، فهو يعبد الله بعبادتين في نفس الوقت، الذكر والعقد. العقد نفسه عبادة يا إخوة. العقد هذا ليس عقدا فقط، العقد هذا تؤجر عليه. تقول سبحان الله تؤجر على ذكر الله، تعقد تؤجر على العقد، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عددت بغير العقد فليس لك سوى عبادة الذكر، ليس لك سوى عبادة الذكر. إذا ما الأفضل لك؟ تأخذ مسبح وتسبح، ولا تعقد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بخيط ويضع فيه نوى ويسبح به، ما فعل، يعقد بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا مت، ما الذي سيدخل معك القبر ويبعث معك يوم القيامة؟ وما الذي سيبقى في الأرض؟ يدك التي تسبح بها تدخل معك قبرك وتبعث معك، هي جزء منه. أما المسبحة تترك، ربما جاء الورثة وعلقوها في المجلس قالوا مسبحة أبينا. فالخير للمؤمن أن يعقد التسبيح بيمينه. يأتيك إبليس يقول ما تعرف، ما تضبط. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهو الضابط. وتستطيع، ونحن ولله الحمد والمنة منذ نشأنا نعقد بأيدينا، نعقد باليمنى، لأن أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم العقد باليمنى، ونقبض ولله الحمد والمنة العلم. فلماذا نفتح على أنفسنا أبوابا؟ والمسبحة بعض أهل العلم يرون أنها بدعة مطلقا، وبعض أهل العلم يقولون ليست بدعة ولا حراما بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها أفضل من اليد، فإن اعتقد أنها أفضل من اليد حرمت، لأن ما يجوز لمسلم أن يعتقد أن غير فعل النبي، لأن فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن لا يتشبه بها بأهل البدع، أن لا يتشبه بها بأهل البدع، ما يجعل له مسبحة مثل مسبحة أهل البدع. والأمر الثالث أن لا تكون دالة على المنزلة في الدين. بعض الناس عندهم يا أخوة ترى المسابح على حسب المنزلة، العامل المسبحة والمريد للشيخ المسبحة والشيخ المسبحة والولي المسبحة، ما أنزل الله بهذا من سلطان. فلا يعتقد أنها تدل على المنزلة في الدين، وأن لا يرائي بها، وأن لا يرائي بها. بعض الناس حتى ما يذكر الله لكن أمامنا وما يذكر، ولربما إذا شاف الناس ما هم منتبهين قال طق 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 حتى ينتبه الناس إنه يذكر. هذا كله حرام. فإن تحققت هذه الشروط فهي ليست حراما، لكن تركها خير للمؤمن. وهذا الذي أميل إليه أنا، أن المسبحة إذا سلمت مما ذكرنا وتحققت فيها الشروط ليست بدعة وليست محرمة، ولكن العقد باليد خير للمؤمن، والأحسن للمؤمن أن يبتعد